مرحبا بكم يا أصدقاء، سأطلب منكم طلب واحد وهو الضغط على زر الإعجاب لينتشر الفيديو ولا تنسوا الاستمتاع. كما العادة تبدأ قصتنا مع صديقنا هيديتو وهو يلعب ألعاب الفيديو مع أصدقائه. بعدها يتذكر بعض الأوقات السيئة التي قضاها مع كرة القدم، فجأة يتم إخراجه من اللعبة لأنه خسر النزال، ثم بدأ يلوم نفسه لأنه عديم الفائدة ودائما يخسر في أي شيء. في الصباح يظهر هيديتو وهو يشاهد إحدى المباريات ويتذكر كيف كان لاعب قوي جدا في بداياته ليتحول إلى لاعب فاشل متخاذل، وهو يتذكر ذكرياته التي ليس لها فائدة لنا بالطبع لنهزم فريق مدرسته، وبدلا من مواساتهم والإطمئنان عليهم لا بالعكس بدأ بالضحك والاستهزاء بهم. مباشرة أتى إليه شخص يدعى بجو مع أصدقائه وبدأ بالصراخ وتوبيخ هيديتو لأنه كان يستهزئ بهم. هنا هيديتو انفجر غضبا وضرب جو رغم أنه قصير القامة، وقال لهم أنه لا يهتم بكرة القدم وأنه لم يقصد الضحك عليهم، ثم اعتذر منهم وغادر إلى منزله. في الصباح جو يقترح على هيديتو تحدي ألا وهو إذ سجل عليه 6 أهداف من أصل 10 سيقبل اعتذاره. مباشرة ذهب إلى الملعب تحت أنظار الكثير من اللاعبين. هيديتو سدد الكرة الأولى لكن جو صدها بسهولة. مرة أخرى سدد هيديتو لكن جو صدها مرة أخرى، والجميع يستهزئون به، لكن هيديتو هذه المرة سدد الكرة بقوة كبيرة وسجل الهدف الأول، ثم سجل الهدف الثاني والثالث، والجميع مصدوم حتى جو لا يستطيع اتباع مسار الكرة، وانتهى التحدي بفوز هيديتو. بعدها طلب لاعبي الفريق من هيديتو الانضمام لهم، لكن هيديتو رفض طلبهم لأنه غير مهتم بهذه الرياضة. فجأة ظهر مدرب الفريق الجديد تحت صدمة الجميع لأنه كان نجم من نجوم هذا الفريق في الماضي، وطلب من هيديتو الانضمام لهذا الفريق مرة أخرى لأن هذا الفريق في وضعية سيئة جدا، لكن هيديتو رفض مرة أخرى. وهو يغادر الملعب التقى بفريق نومادا حيث انصدم بلقاء صديقه المقرب كوكوبو الذي كان يعيش بإنجلترا، حيث هذا الأخير بدأ بالتحدث مع هيديتو وأخبره أنه اشتاق إليه وسعيد جدا بلقائه واللعب ضد فريقه. هنا تأثر صديقنا هيديتو لأن صديقه لا يعلم أنه تخلى عن كرة القدم، وكي لا يحبط صديقه قرر اللعب مع فريق مدرسته الذي يدعى بكاكيغاوا. بعدها انطلقت صافرة الشوط الأول وفريق كاكيغاوا هو المسيطر، وكل مرة يسدد هيديتو يفشل في التسديد لأنه سنتين لم يلمس الكرة. بعدها لاحظوا رفقاء هيديتو أن فريق نومادا لا يبذل أي جهد بدني. هنا أعطى مدرب نومادا إشارة لفريقه مباشرة. بدأ فريق نومادا بتسجيل الهدف الأول والثاني والثالث إلى أن انتهى الشوط الأول بفوز فريق نومادا بنتيجة 6-0. بعدها أخذوا استراحة وانطلقت صافرة الشوط الثاني، ودخل كوكوبو إلى الملعب لأنه كان احتياطي. مع دخوله سجل الهدف السابع لفريقه مباشرة بعد الهدف، راوغ جميع خصومه بما في ذلك الحارس وسجل الهدف الثامن تحت صدمة الجميع. بعدها غادر كوكوبو الملعب قائلا أنه ضيع وقته على هذه المباراة وخصوصا ضد هذا الفريق الضعيف جدا. وبعدها غادر فريق نومودا الملعب. شعر هيديتو ورفاقه بالإحباط على مستواهم. فجأة دخل مدرب الفريق وقال أنه لا يريد أشخاص فاشلين مثل هيديتو. بعدها غادر كل شخص إلى منزله. في اليوم التالي يأتي فريق كاكيغاوا لبدأ تدريبات كما العادة، لكن المدرب الجديد الذي يدعى به كاميا يفاجئ الجميع بلائحة جديدة والذي سيكون اسمه في هذه اللائحة سيلعب أساسي في المباريات القادمة. بعدها بدأ بذكر اللاعبين الموجودين في اللائحة الأساسية وضمت هذه اللائحة هيديتو، لينصدم الجميع قائلين كيف لشخص معتزل كرة القدم ولا يلعب معهم مدرجا في هذه القائمة. وهم يتحدثون أخبرهم المدرب أنهم سيتدربون لمدة 2 أسبوع دون لمس الكرة أو ركلها. مباشرة بدأوا بالجري وبعض التمارين الغريبة مثل طهي الطعام بيد واحدة فوق عمود أفقي،
وقطف بعض أوراق الشاي وتنظيف وجمع القمامات. استمروا هكذا لمدة أسبوعين. بعدها لعبوا مباراة ودية بين الفريق الأساسي ضد الاحتياطي. مع بداية المباراة كان الفريق الأساسي الأكثر شراسة، لكن صديقنا هيديتو يفشل في تسجيل الأهداف. فجأة الفريق الاحتياطي سجلوا الهدف الأول. مباشرة قام جو بتوبيخ هيديتو لأنه لا يستحق أن يكون الدعامة الأساسية في هذا الفريق. بعدها بدقائق تأثر هيديتو بكلام جو الصريح. مباشرة بدأ هيديتو بقطع الكرة والضغط على خصومه إلى أن سجلوا هدف التعادل. استمرت المباراة حتى سجل هيديتو هدف الفوز وانتهت المباراة. في اليوم التالي التقى اللاعبون بمدربهم كاميا، حيث أخبرهم أنهم سيخوضون مباراتين ضد أقوى الفرق. وإذ خسروا هاتين المباراتين سيتفكك الفريق ولن يعود له أثر. زيادة على هذا، لم يتبقى من فريق كاكيغاوا فقط 9 لاعبين، أما الآخرون انسحب. المهم بعد ذلك بدأوا بالتدريبات القاسية إلى أن جاء موعد مباراتهم الأولى، فريق كيكاغاوا ضد فريق كاكيغاوا الشمالية. ثم انطلقت صافرة المباراة ورفقاء هيديتو يلعبون 9 لاعبين من أصل 11. انتهت المباراة بخسارة فريق كاكيغاوا بنتيجة 7-0. مباشرة عاد رفقاء هيديتو إلى غرفة تبديل الملابس وهم حزينين ومحبطين للغاية، لأن تبقى لهم مباراة واحدة إذ هزموا فيها لينهار الفريق. في الجهة الأخرى يظهر كاميا وهو يحاول إقناع بعض اللاعبين بالانضمام إلى فريقهم مرة أخرى. بعد مرور 3 أيام يأتي موعد المباراة ضد فريق هيرماتسو. انطلقت صافرة الشوط الأول، وكما العادة رفقاء هيديتو يلعبون 9 لاعبين ويحاولون التشغيل لكن لا ينجحون. بعدها بدقائق فريق هيرماتسو بدأوا بالتمرير الكرات بينهم إلى أن سجلوا هدف الأول، وانتهى الشوط الأول ب1-0. أخذوا استراحة. فجأة ظهر بعض اللاعبين وانضموا إلى الفريق، والآن أصبح فريق كاكيغاوا متكامل. انطلق الشوط الثاني، وهنا فريق هيرماتسو بدأوا بالضغط على جميع اللاعبين وسجلوا الهدف الثاني. ومباشرة رفقاء هيديتو بدأوا بالهجوم، وهنا جو مرر الكرة لهيديتو الذي سدد الكرة بقوة كبيرة وسجل الهدف الأول لفريقه. مباشرة فريق كاكيغاوا هاجموا من جديد وسجلوا هدف التعادل بصعوبة، وانتهت المباراة بالتعادل. هنا اعتقد رفقاء هيديتو أن الفريق سينهار لأنهم لم يفوزوا بالمباراة، لكن المدرب أخبرهم أن الفريق لن ينهار لأنهم لم يخسروا المباراة. بعد مرور الأيام يقرر المدرب إنشاء مخيم تدريبي في الثانوية استعدادا لبطولة الوطنية للمدارس. في الأول أصيب جميع الأعضاء بخيبة أمل، لكنهم تقبلوا الأمر. مباشرة بدأوا بالتدريب والتمارين القاسية والاستمتاع بالحياة اليومية واللعب المباريات التدريبية. بعد مرور أسبوع من التدريبات انتهى المخيم التدريبي وجاء موعد البطولة. أول فريق سيواجهه هو عامانو القوة التحية. بعدها انطلقت صافرة الشوط الأول، هذه المرة كان خصمهم قوي جدا حيث سجل الهدف الأول في وقت مبكر، إذ اضطر رفقاء هيديتو بالرجوع إلى الخلف وصد الكرات. وانتهى الشوط الأول ب1-0 لصالح عامر. أخذوا استراحة وانطلقت صافرة الشوط الثاني. هذه المرة هيديتو كان يبحث عن ثغرة لهذا الفريق، وبالفعل عثر على ثغرة. مباشرة بدأ فريق كيكاغاوا بالهجوم المضاد، حيث سدد هيديتو الكرة بقوة كبيرة وسجل هدف التعادل. انتهى الوقت وتوجهوا إلى ركلة الترجيح. بدأ كلا الطرفين بتسجيل الأهداف إلى أن فشل قائد فريق عامانو في التسجيل. والآن آخر ضربة لصديقنا هيديتو، حيث قام بتسديد الكرة بكل قوته ليسجل هدف الفوز لفريقه تحت صدمة الجميع وفرحة أصدقائه. وأخيرا أول فوز لرفقاء هيديتو منذ سنوات. بعد مرور شهر كامل استطاع فريق كاكيغاوا الوصول إلى النصف النهائي من البطولة بعد خوض الكثير من المباريات الصعبة والتي فازوا بها عن جدارة واستحقاق. والآن جاء موعد المباراة الحاسمة، إتفازوا
سيذهبون إلى النهائي. على الجانب الآخر المدرب كاميا يحلل النقاط وقوة وضعف فريق فوجيتا الشمالية، وكذلك المدرب الآخر يفعل نفس الشيء. بعدها انطلقت صافرة المباراة وصديقنا هيريتو غير موجود، وفريق فوجيتا يهاجمون بعدد كبير من اللاعبين وسجلوا الهدف الأول. مباشرة بعد الهدف جوار رفاقه يهاجمون أيضا، لكنهم دائما يفشلون في معادلة النتيجة. فجأة يتم أخذ الكرة من جو وسجل فريق فوجيتا الهدف الثاني. انتهى الشوط الأول وأخذوا استراحة. فجأة يظهر صديقنا هيديتو والكل سعداء جدا بحضوره. بعدها بدقائق انطلقت صافرة الشوط الثاني. مباشرة هيديتو وجو بدأوا بالضغط وسجلوا الهدف الأول. بعدها بثواني يسدد جو الكرة برأسه وعادل النتيجة. بعدها تبقى من الوقت فقط 3 دقائق، والكرة الآن عند كوروكاو الذي مرر الكرة بدقة عالية لهيديتو، حيث سدد الكرة بقوة كبيرة ليسجل هدف الفوز لفريقه. وانتهت المباراة بفوز فريق كاكيغاوا ب3-2. على الجانب الآخر فريق نومادا يسحق إحدى الفرق بنتيجة 6-0 ويتأهل إلى النهائي ضد فريق كاكيغاوا. بعد مرور الأيام جاء موعد المباراة النهائية. كلا الفريقين متحمسين متعطشين للظفر بهذه المباراة. ثم انطلقت صافرة الشوط الأول. هنا هيديتو ورفاقه انتشروا إلى مرمى خصمهم والكل يراقب هيديتو، إلا أن كوروكاوا بمهارته العالية في التمرير استطاع تمرير الكرة لهيديتو، ثم بوم سجل الهدف الأول تحت صدمة الجماهير. لكن لم تكتمل الفرحة، حيث قام كوكوبو بتعديل النتيجة عبر هدف عابر للقارات. بعدها بثواني سجل كوكوبو الهدف الثاني، وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق نومادا. أخذوا استراحة ثم انطلقت صافرة الشوط الثاني. كلا الطرفان يراقب بعضهما إلى أن ظهر بطلنا هيديتو بقدمه اليسرى المسمومة، ثم بوم سجل هدف التعادل تحت جنون اللاعبين. وكما العادة فريق نومادا بمرتدة سجل الهدف الثالث، ولم يتبقى من الوقت فقط دقيقة، والكرة الآن عند كوروكاو المحاطة، لكنه يمرر الكرة لبطلنا الذي يجمع قوته في تسديدة واحدة. ثم بوم تنطلق الكرة بسرعة كبيرة لكنها تصطدم بالحارس ومن ثم القائم وخرجت الكرة. انتهى الوقت وهيديتو ورفاقه خسروا المباراة، لكن الجمهور بدأ بالتشجيع والتصفيق لهم. وهنا ينتهي ملخصنا يا أصدقاء. اسم الأنمي ستجدونه في صندوق الوصف أو في أول تعليق. شكرا لكم جميعا، إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. I bite my tongue, it's a bad habit.